سمعت هذه المبادرة نظمتها الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة بالتنسيق مع محافظة الغابات وكذلك مديرية المصالح الفلاحية لصالح الفلاحين فلاحي الولاية. الغرفة الفلاحية قررت أن تكثف وتجعل الفلاحين في طريق التكاثف من أجل إيجاد حلول عن طريق غرس الأشجار واسترجاع الغابة والمساحة الغابية التي لها دور في الحد ولا حل من الحلول الحد من التغير المناخي. هذه العملية يعني كما تعتبر يعني عملية اولا عمليه تحسيسيه، عمليه يعني باش يعني الناس المجاورين للغابه يقوموا بالحمايه نتاعها، اضافه الى حمله يعني تطوعيه عمليه غرس على مستوى يعني الحاجز الموجود بقرب من بلديه بنو باديس، يعني الفرق يعني عندنا هنا فوشاني يعني راهم موجودين مع بمشاركه يعني الاطفال، وهذا يعني الاطفال هذو اللي نوجهوهم بالعمليه التحسسيه تاع يعني الغرس الاشجار.